ماذا يدفع المرأة إلى خيانة زوجها؟ ماذا تحتاج نساء الطبقة الأرستقراطية بشكل خاص عاطفيًا ونفسيًا وجنسيًا؟ ماذا يدفع المرأة إلى تجربة عاطفية أو جنسية جديدة؟ الملل الجنسي، الانتقام من الزوج الخائن أم ماذا؟ كيف تنقلب المرأة من حالة الإعجاب والرغبة في الحب والجنس إلى الرغبة في التدمير؟ هل لأن كبريائها يجرح؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات روماتي حلقة اليوم بشخصيتها الغريبة الشريرة نقدر نديها هذا العنوان زهرة الأوركيد الشريرة زوجة فوتيفار حب وكبرياء شخصية اليوم امرأة ذكرها الكتاب المقدس فقط لأنها حاولت أن تغير شكل العلاقة بينها وبين شاب بار يعمل لديها إلى شكل علاقة آثمة وأن تحوله من علاقة موظف كبير في منزل زوجها العاشق لكنه رفض تغيير طبيعة العلاقة فحولت حياته إلى جحيم شخصية اليوم هي امرأة فوتيفار أو زوجة فوتيفار التي ذكرت فقط في الكتاب المقدس والتاريخ في سفر التكوين فقط لعلاقة لم تتم بينها وبين يوسف رمز العفة تلك المرأة بشخصيتها تجعلنا نتساءل كثيرا ونحاول فهم طبيعة المرأة اللي تدفعها الرغبة أحيانا إلى ما فعلته مع يوسف من محاولة إغراء إلى محاولة لتدميره وبين الإغراء والتدمير هناك مسافات رمادية ضائعة غير واضحة المعالم هنحاول العثور عليها وفهمها وهي مسافات ضائعة داخل نفسية امرأة فوتيفار وداخل نفس كل امرأة مثل امرأة فوتيفار ما زالت تعيش بيننا وبيجي الفن الحي بيعبر عن هذه العلاقة وبنسأل كيف تناول الفن علاقة امرأة فوتيفار مع يوسف وكيف وصلت هذه العلاقة إلى ممكن نحن وصفها بظهرة الأوركيد الشريرة الحقيقة تلك المسافات وعلامات الاستفهام داخل شخصية امرأة فوتيفار حاول الفن تفسيرها وقراءتها من أوجه متعددة في الفن التشكيلي والدراما والأدب لكن من ضمن هذه الفنون فيلم المهاجر ليوسف شاهين الشهير وهو واحد من الأعمال الفنية الدرامية العربية التي تناولت قصة النبي يوسف وزوجة فوتيفار ولكن طبعا برؤية خاصة جدا لمخرج يوسف شاهين الشهير برؤاه الخاصة وبالتالي أثار ده جواء وقت عرضه لتعرضه لشخصية دينية أو لأحد الأنبياء على الشاشة اللي هو يوسف لكن الفيلم بيعكس تصور مختلف لقصة حياة يوسف فقط محتفظ بفكرة حب زوجة القائد الذي يخضع له يوسف واسمه في الفيلم رام. ونجاح رام في زراعه القمح نجاحا مذهلا. لكن الاجواء داخل قصور ومعابد مصر الفرعونيه انذاك بيحاول الفيلم تصويرها على انها تعكس مشكله مزمنه في العلاقات العاطفيه بين الرجال والنساء، وده اللي بيهمنا في قصتنا النهارده. عشان كده بنسال ماذا عن قصه الرغبه في الرجل والرغبه في تدميره من زوجه فوتيفار؟ تدمير يوسف كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس. وماذا يمكن ان تعلمنا شخصيه زوجه فوتيفار برد فعلها المدمر تجاه عفه يوسف. وما هي الرساله التي ما زالت ترسلها اليوم قصه امراه فوتيفار ورد فعل يوسف البار العفيف تجاه دعوتها الصريحه للشر والخيانه الزوجيه. بل ما هي دوافع تلك المراه الى الخيانه الزوجيه؟ لما بنيجي للملامح الروحيه للشخصيه شخصيه الحلقه وهي امراه فوتيفار زهره الاوركيد الشريره بنسال السؤال كيف تناول الكتاب المقدس شخصيه زوجه فوتيفار رغم قله وصفه لها واللي ممكن نديها هذا العنوان قصه الحب او الهوى والكبرياء موجوده في تكوين 39 الحقيقه قصه امراه فوتيفار وموقفها الشرير الجريء الوقح من يوسف العفيف ورفضه لها وانتقامها منه باختصار بتيجي كالآتي بعد بيع يوسف في مصر نجح يوسف نجاحا كبيرا فوصل إلى كونه مسؤولا أولا عن كل بيت فوتيفار حيث وكلوا على كل ما كان له وبيته وبارك الرب يوسف جدا وبارك بيت فوتيفار بسبب يوسف طبعا لفت نظر امرأة فوتيفار ذلك الشاب الوسيم الجذاب يوسف اللي كتب عنه الكتاب انه حسن الصورة وحسن المنظر في تكوين 39 ستة لكنه كان شاب أمين جدا حتى النهاية بل مميزا بأخلاقياته المختلفة عن كل الأخلاقيات السائدة والثقافة المحيطة لأنه كان من العادي جدا أن يطيع العبد أوامر سيدته بالزنا معها إن أرادت وقتها فقال لها عبارته الشهيرة الخالدة كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله في تكوين 39 تسعة لكن لم تيأس امرأة فوتيفار من ملاحقة يوسف برغبتها المشتعلة فيها باستمرار وطلبت منه صراحة أن يزني معه وأمسكت بثوبه فتركها وفر هاربا وترك الثوب فاتهمت زوجة فوتيفار يوسف بأنه هو على كان يحاول إغراءها والزنا معه فما كان من زوجها الغاضب أن يسجنه بدلا من إعدامه لانه كان يستحق في نظر جوزها الاعدام، ربما خفف عنه الحكم لانه كان بيحبه. والان كيف نفهم المزيد عن شخصيه زوجه فوتيفار؟ او المراه اللي سيطرت عليها الرغبه الشريره عندما جرح كبريائها من مجرد عبد في نظرها، رفض اغلى ما يمكن ان تقدمه له في نظرها. كيف عبرت تلك المراه الشريره الواقعه تحت سيطره الرغبه الجنسيه في شاب بوسامه وجاذبيه ونجاح يوسف؟ عبرت عن امرأة امرأة سلطة لديها مشكلة أخلاقية ونفسية وروحية ده بيؤدي بينا إلى بعض الملامح الروحية الثقافية للشخصية وبالتالي العلاقة مع يوسف ولما بنقول روحية مش معناها هي إنسانة روحية إيجابية لكن نشوف إيه ملامح الروح عندها إذا كانت مشوهة واحد امرأة متكبرة من مواقف امرأة فوتيفار اللي تعاملت فيها مع يوسف تحقيقا لرغبتها الملحه تجاهه يتضح انها امراه يملاها الغرور او الكبرياء. لان هي كانت بتحاول مره بعد المره مرارا وتكرارا مع يوسف كي تغري بممارسه الجنس معها وهو يرفض. وفي كل مره لما بيرفض رغبتها الشريره كانت بتزداد هي اصرار على ذلك. لانه الكبرياء الحقيقه بيدفعها لان ترفض ان تشعر انها مرفوضه منه وهو العبد. اثنين امرأة وثنية وثنية تعكس مجتمعا فاسدا او ثقافة فاسدة بالرجوع الى زمن شخصية امرأة فوتيفار ويوسف نجد ان شخصية تلك المرأة هي نتاج ثقافة الرفاهية والشهوانية معا كان المجتمع آنذاك المجتمع المخملي كما يسمى حتى حاليا غارقا في النزوات والشهوات برجال ونساء كانت العبادات القديمة حتى آنذاك في مصر كلها هي عبادات الالهه المصريه وبالتالي كانت زوجه فوتيفار لا تعرف اله يوسف الواحد الاحد بل تعرف تعدديه الهيه وثنيه بما في ذلك الهه الخصوبه والجنس التي كانت تماجد الجنس الى حد التاليه وبالتالي ان كانت هذه هي الملامح الروحيه الفاسده لدى زوجه فوتيفار زي ما رسمها الكتاب المقدس بيجي السؤال طب نكمل ازاي صوره الشخصيه؟ ماذا عن الملامح النفسية لشخصية زوجة فوتيفار التي يمكن أن تكون انعكاسا لبعض من يعيشنا بيننا ماذا كان خلف قناع العظمة التي كانت ترتديه امرأة فوتيفار رمز الرغبة الشريرة الممزوجة بالسلطة لما بنيجي الملامح النفسية للشخصية لشخصية امرأة فوتيفار ظهرت الأوركيد الشريرة نسأل السؤال كيف نتعرف على شخصية زوجة فوتيفار من علم نفس الشخصية؟ واحد امرأة شهوانية بيكتب عن امرأة فوتيفار أو زوجة فوتيفار الباحث الباحث مورتون بيقول كده الحقيقة بتحتل مكانة بارزة كأكثر شخصية شهوانية في معرض صور نساء الكتاب المقدس وبيصف دافعها إلى الخيانة والرغبة في شاب وسيم زي يوسف بأنه دافع الشهوة لغير فهو يقول عنها الخطايا الأخلاقية التي كانت ترتكبها النساء حتى هذه اللحظة أي لحظة محاولتها إغراء يوسف في قصص الكتاب المقدس كانت ترتكب لأسباب عائلية أو بسبب التقاليد المرعية في تلك الأوقات لكن هي الحقيقة شاذت كتير دي حاجة تاني صفة اتنين امرأة تعاني العزلة الداخلية ودي نقطة مهمة أو خلي بالنا منها بدراسة الظروف الاجتماعية اللي كانت تعيش فيها زوجة فوتيفار نجد أنها امرأة كانت تعاني العزلة الداخلية رغم كل الاجتماعيات اللي كانت بتعيشها ففي مجتمع كهذا بشكل عام حتى الأيام دي ربما الأيام دي لا, نجد لا تجد المرأة من تثق فيه ولا من تحدثه عن نفسها حوارا عميقا صريحا فقط علاقات سطحية نفعية أو علاقات مصالح الامر اللي بيدفع الى الرغبه في المزيد من الجنس في الجنس بيبدو لمن يعانون العزله وخاصه النساء بانه الجنه الموعوده بالالفه والمحبه لكن الغريب انه كلما شربت المراه من بئر الجنس المالح بعلاقات متعدده شعرت بالعزله اكثر ولعل تعبير الكتاب المقدس هنا بيوضح رغبتها في مصر في القضاء على هذه العزله اللي جواها فبيقول بتعبير دقيق جدا وكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما انه لم يسمع لها ان يضطجع بجانبها ليكون معها. الرغبه في المعيه، الرغبه في قتل العزله. بجانبها ليكون معها، تعبيرين في منتهى الدقه. بيعبروا من الوحي المقدس عن رغبه مستبده داخل تلك المراه. عشان تقتل العزله المميته اللي جواها. من خلال الجنس وعلاقة جديدة مع شاب لعل وعسى تحس بالوحدة. ثلاثة امراة تعاني الفراغ الداخلي نساء تلك الطبقة المخملية او الطبقة الحاكمة او نساء الصفوة في اي مجتمع ان ما كانش هناك مشروع انساني او اي هدف حقيقي انساني بيدي معنى للحياة بيعيشوه وتعيش من اجله هذه المرأة بيأتي الفراغ ليملأ كيان المرأة من الداخل. هذا الفراغ القاتل بتحاول المرأة قتله بألف وسيلة تافهة لكنه في كل مرة بيبعث من جديد بشكل أعمق فتندفع المرأة ربما في علاقات متعددة علها تقتل الفراغ الرهيب اللي بتحسه جوه ولعل امرأة فوتيفار بما لها من انتماء للطبقة الحاكمة وصفوة المجتمع آنذاك كانت بتعاني من ذلك الفراغ اللي بيملك أنا وحاولت أن تقضي عليه برغبة جديدة وعلاقة جديدة مع شاب وسيم مختلف هو يوسف أربعة وبرضه نقطة مهمة امرأة محبطة جنسيا بمعنى الحقيقة التوقعات العالية توقعات العالية بشكل عام وفي مجال العاطفة والجنس بشكل خاص بتولد الإحباط العاطفي والجنسي ربما كانت زوجة فوتيفار زيها زي كثيرات حولنا مش بنحس بمعاناتهم، ربما كانت لديها توقعات عاليه من جوزها المشغول دايما بحكم منصبه الكبير كرئيس لحرس فرعون. ربما زادت كمان توقعاتها وخيالاتها الجنسيه المريضه بسبب الجو العام المتهتك حولها واللي بتعيشه في القصور انذاك. الى ان التقت الشاب يوسف المختلف في صفات كثيره عن غيره من الرجال المحاطين بها. فاسقطت عليه كل احباطاتها الجنسيه. علّه يشفيها منها فالرغبة الحية قد تتحول إلى مرض لا دواء له لدى المحبطين جنسيا وبالتالي بيجي السؤال إيه اللي ممكن نتعلمه من شخصية زوجة فوتيفار وموقفها من يوسف البار كيف يجب أن نتعامل مع نساء من فئة امرأة فوتيفار وهل هناك أدنى أمل في مثل هذه الشخصية امرأة فوتيفار أن تتحول عن شرها بعد ما تعاملنا وعرفنا قد ايه في ملامح روحيه ونفسيه وكمان فنيه لشخصيه زي امرأة فوتيفار. بنيجي للسؤال المهم عمليا، كيف نتعامل مع شخصية امرأة راغبة منتقمة مثل امرأة فوتيفار؟ وكيف تتعامل المرأة أيضا اللي عندها فراغ عاطفي وجنسي؟ بنيجي للحل أو كيفية التعامل أولا روحيا واحد عدم الإدانة أيوة إزاي؟ ألف الذنوب وقود الإعلام تعالوا نتخيل لو كانت إمرأة فوتيفار تعيش عصرنا هذا وفي منها كتير كانت وسائل الإعلام تناولتها بتفاصيل التفاصيل تناولت مشكلتها وفضحتها إلى أن تظهر الحقيقة بعد طول انتظار وتوقع من الجماهير وتبدو الفضيحة واضحة للجميع. وتنزل الاهانات والشتائم والادانه بكل السبل على مواقع التواصل الاجتماعي لامراه فوتيفار اللي كانت تود خيانه زوجها بمنصبه المحترم وسجنت شاب بريء. لكن الحقيقه المشكله لمن هم في الطبقات الراقيه والشخصيات العامه ان فضائحهم معروفه بتفاصيل التفاصيل. وهي وقود لماكينه الاعلام التي لا تهدا ولا ترحم. عشان كده ب الخيانه في الخفاء مثل العلنيه ان كانت هناك نساء عاديات يمارسن الخيانه ففي الخفاء ويتمتعن بتجاهل الاعلام لهن والزوجات اللاتي يدعين انهن يدعين انهن سعيدات في جوازهم فهم في الخفاء قد البعض منهم قد يفعل ما يستحين ان يفعلنه في العلنيه وده الحقيقه اللي اثبتته الدراسات النفسيه الجديده ان كثيرا من الذين يقولون انهم سعداء في حياتهم الزوجيه ربما يقدمون على الخيانه زي دراسه من جامعه دينفر للباحثه بيث هول اللي قالت كده كانت دراسه حول الخيانه الزوجيه بتقول ان الاشخاص الذين يفترضون ان السيدات السيئات التي يعانين من زيجات سيئه هم فقط التي يقدمن على الخيانه الزوجيه هم في الحقيقه يهمون انفسهم ويبعدون عن ادراك الخطر الذي يحتج بهم معناها ايه الكلام ده كله جيم الجميع تحت الضعف الانساني وده معناها انه ما في ما في حق حق لدى اي شخص لادانه امراه زي امراه فوتيفار الا الله وحده ازاي لانه لا ينجو من ذلك الضعف في اخلاقيات الجنس سواء عند رجال او ستات الا من يتمسك بقوه اخرى جديده اللي هي قوه الله ونعمته المتجسدة في شخص المسيح كلمته وروحه واعلى اعلان وتجسيد لنعمة الله وقوته، وبالتالي فالجميع يحتاج الرحمة والقوة من الله. اثنين بعد ما قلنا عدم الإدانة، اثنين البحث عن الحب الحقيقي. لأن الله هو الذي يستطيع إشباع حاجات كثيرة نفسية لدى المرأة. الله هو تعويض بمحبته مقابل الكراهية من الزوج. هو تعويض بقبوله مقابل رفض الآخرين للمرأة هو تعويض بغفرانه مقابل الإحساس بالذنب داخل المرأة هو تعويض بالقيمة والكرامة مقابل الإهانة المتواصلة من الزوج العنيف علشان كده ممكن نقول برضو التعامل نفسيا مع مشكلة الحلقة كالآتي واحد رعاية الأنوثة في المرأة كظهرة الأوركيد الرائعة الجمال إزاي؟ زهرة الأوركيد الجميلة بتزرع في جذع شجرة قديمة والسبب انها بتتغذى على ماده السليليوس وكان الانوثه لا تدوم ولا تحيا الا اذا ارتبطت بحياه اخرى مختلفه اللي هي الرجوله فهي تتغذى على حب الرجل وتقديره واعجابه ورعايته ليها تماما مثل ماده السليليوس اللي اللي تعتبر المركب الاساسي للخلايا النباتيه ولجميع انواع زهور الاوركيدا في نوع خاص من الفطر بيعيش في جذورها ولا يمكنها ان تعيش بدونه فهي تحتاج أن تكون إلى جواره كي تنبت وتنمو بل بيسمي العلماء هذه الطريقة من الحياة لظهور الأوركيد بالتكافل وظهرت الأوركيد ثلاث أنواع تماما زي الأنوثة ده بيوضح الفكرة بتاعتنا إزاي ألف في أوركيدة أرضية أي أنوثة طبيعية بتنمو الأوركيدة الأرضية في التربة في المناطق المعتدلة زي الانوثه كده اللي بتنمو او المراه اللي بتنمو نموا طبيعيا في الارض الراسخه وفي الظروف العاطفيه المعتدله في حياه عائليه مستقره. النوع الثاني باء في اوركيده عالقه او متعلقه زي الانوثه غير المستقره وهي بتنمو على جذوع الاشجار وفروعها وبتحصل على غذائها من انسجه الشجره العائله. زي الانوثه بالظبط او المراه اللي بتنمو على جذوع الاشجار وفروعها مرتبطه بظروف هذه الاغصان من تمايل وتغيير وحياه وموت وحب ورفض فبتكون انوثه غير مستقره كثير النوع الثالث في أوركيدة متسلقه اللي هي انوثه متسلقه ازاي وهي بتتسلق بفروع على الاشجار بنفس طريقه النباتات المتسلقه زي الانوثه كده او المراه المتسلقه اللي بتلتصق بالرجال وبالعلاقات المتعدده فقط لاجل الحصول على ما تريد. ولعل امراه فوتيفار من هذا النوع الثالث من زهره الاوركيد. او الانوثه نقدر نسميها الانوثه المتسلقه. اللي لا تشعر بوجودها الا اذا تسلقت العلاقات الرجاليه واحد تلو الاخر. وفي النهايه بتسقط تحت الاقدام مع سقوط من تتسلق عليه. تماما كما ذكرت فقط امراه فوتيفار لانها دخلت حياه يوسف رجل الله عرضا. اثنين. فتش عن الرجل الجارح للأنوثة لأنه هناك ما يسمى خيانة الرجل لزهرة الأوركيد أيوة بتجرح المرأة في صميم أنوثتها عندما تكتشف خيانة زوجها ربما كانت امرأة أو زوجة فوتيفار مجروحة في الصميم من علاقات زوجها المتعددة بنساء أخريات في مجتمع فاسد يقدس الجنس ويعيش فيه الرجال بالذات أصحاب النفوذ بكل إباحية ونتيجة لهذا الجرح بتقرر المرأة أكبر قرار خاطئ في حياتها هو رد الصاع صاعين فتخون زوجها. والدراسات النفسية بتشير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لخيانة الزوجة لزوجها هو خيانته لها أولا. ثلاثة فتش عن الرجل المهمل للأنوثة. المهمل لزهرة الأوركيد. طبعا إن اندفعت الزوجة إلى علاقة خارج الزواج فلا بد وأن نفتش أولا عن الرجل. أو الطرف الثاني وهو المسؤول في كثير من الأحيان عن العلاقة بأكملها. فربما عانت امرأة امرأة فوتيفار أو أي امرأة من إهمال زوجها ومع كثيرات من النساء في عالمنا نفس المعاناة. فيكون رد الفعل لدى المرأة إن لم تكن محصنة طبعاً روحياً ونفسياً بتلجأ إلى أحضان غريبة علها تشبه حاجتها إلى الانتقام وبالتالي كمان تشبه حاجتها إلى الاهتمام والرعاية والحب. تماما زي زهره الاوركيد غير المستقره الا في الوحل في النهايه. ونتيجه لهذا الاهمال العاطفي لزوجته وبالتالي الجنسي بتصاب زوجه فوتيفار ومعها ملايين من النساء في عالمنا هذا بما يسمى الاحباط العاطفي او الاحباط الجنسي الذي يتنابى يتنامى ليصل الى حد الياس الذي يدفع الى الخيانه الزوجيه. فالاحباط من الرجل سر من اسرار الخيانه الزوجيه عند المراه. فالمراه تعيش بالحب وللحب فالحب هو تحديدا غايه وجودها كله اما الرجل فالحب عنده وسيله. طيب نختم ازاي حلقتنا لكل امراه فوتيفايد وبنسال كيف يحدث هذا التعويض الروحي والنفسي لاحتياجات المراه ان كان عندها مشكله حقيقيه واحتياج عاطفي وجنسي بسبب ما يتعلق بجوزها. الحقيقة دي معجزة يومية بتحصل حول العالم كله للنساء كثيرات اخترنا الله اخترنا الله والعلاقة معاه تعويضا عن نقائص كثيرة في حياته والنتيجة كانت تكريس كامل للجسد برغباته والنفس حتى بجروحها وجوعها والروح بتطلعها عشان كده لكل امرأة فوتيفار لكل امرأة ربما تعاني من الإحباط العاطفي والجنسي أو بتعاني جرح نفسي بسبب خيانة جزء الخيانة الزوجية لا تؤدي إلى الحل بل إلى استفحال الأمور ولن أن تتحول المرأة ضحية مرتين المرة الأولى الجزء عندما أهملها أو خانها والمرة الثانية لما تقترف أصعب وأخطر وأشنع خطيئة ممكن تقترفها امرأة هي انها تعطي جسدها الاخر غير جزء لكن الحقيقه عايز اقول ان الشبع الحقيقي عند الطاقه الجنسيه لدى المراه مش بس في العلاقه مع زوجها العاديه لكن في علاقه الحب للاخرين في علاقه العطاء في علاقه البذل في علاقه الخدمه في تحويل جزء كبير من طاقتها النفسيه والجنسيه وطاقه العطف والحنان والاحتياج الى العطف والحنان كل ده ممكن يتحول الى الاخرين الى طاقه بتدي معنى للحياه لما بنكون فعلا بننفذها وبنكون بنجسدها على ارض الواقع في مشاريع وفي خدمه للاخرين وفي بحث عن المتالمين وفي بحث عن الناس المحتاجين عطف وحنان. الغريبه في الامر ان الشخص الفاقد العطف والحنان عندما يقرر عندما يقرر او عندما تقرر المراه انها تعطي للاخرين بتشعر باشباع عجيب وغريب. وتحس فعلا ان النقص اللي كان عندها بيكتمل عندما تعطي الاخرين. وإلى حلقة قادمة ان شاء الله